بيقول ايه الفرق ما بين الواجب الذاتي والواجب العرضي. قلنا له لا، فرق كبير. ده الواجب العرضي ده شيء ممكن، لكنه غلف بالوجوب، عامل زي اللوزة كده. لما تجيب ثمرة اللوزة تلاقيها جامدة، العيال الانجليزي يقولك هارد مش سوفت، ما هوش ايه لينة، لا دي هارد، تمسكها كده هارد. انما تجيب الكسارة بقى وتيجي كسرها، كسر الهارد ده يطلع لزايا حلوة تتمضغ وتتاكل. الجامد ده ايه؟ الواجب. واللوزة دي ايه؟ الممكن. طب اللوز ده جامد ولا لين؟ والله قبل التأشير كان واجب، كان جامد. طب بعد ما أشرناه بقى لين. طيب يبقى أنا الممكن ده هو، وممكن ممكن يعني إيه؟ يعني يمكن يحصل ويمكن ما يحصلش، والواجب يعني لازم يحصل. اللي ممكن وممكن ده لما نغلفه بالقشرة بتاعته يصير إيه؟ واجب. يعني لما نجيب الكسارة ما يتكسرش، زي الدوم كده، زي ثمرة الدوم، زي الكوك، ثمرة الكوك لو جبنا لأنه ما فيهاش ليونة من جوه تكسرها ما تتكسرش، فبيعملوا منها السبح. قال لا، قال الكوك ده زي الواجب. الواجب اللي ايه؟ الذاتي، هو نفسه صلب. والتاني لا، ده صلب مغلف مش صلب. يبقى اللي مغلفه ده الغلاف ايه؟ ده واجب عرض. طب واللي جوه ممكن جائز، واتحلت الحكاية. طب الواد ما سمعش كده، مسكين اللي هو الفلحوص اللي رد، خلاص هيخبط حلل، هيخبط في الحلل. والله قال ويعمل ضجيج، يعمل ضجيج. طب الناس فاكرة انه ده يعني علم، قال لا مش علم ولا حاجة، ده عبارة عن شغب يتكلم بلغة اهل العلم وليس منه. ادي الحكاية. ايه الفرق بين الشغب وبين العلم؟ ان العلم فاهم والشغب بيلطش. يبقى ها، اي الفريقين تتبع؟ نتبع العلم. طب واللي بيلطش ده اسيبه بقى، خلاص ده امره لله، ده مع روحه كده، يا ما نردش عليه. ما تردش عليه، هترد ايه؟ انت لو لقيت علم تعرف ترد عليه، انما لما تلاقي مهزله ده مش عارف التعريفات الاوليه. ده احنا هنا عرفنا التعريفات الاوليه، حتى الواد اللي مش حافظها كاتبها. شوف الحلاوه، يرجع لها في اي وقت. انما التاني يا عيني مفيش، خلص الرصيد، نعمل معاه ايه؟ لا، يبقى لا انقطع الكلام، تسكت مش تتكلم. تتكلم على ايه؟ ده مش فاهم حاجه، ده مش فاهم حاجه. امال بيتكلم ليه؟ شهوه، شهوه. هم علموه ان هو علموه ان هم علموه. امال ايه تميز الازهر؟ عندنا في مصر هنا يقول لك مش عايزين نسمي حتة تانية الأزهر، هو الأزهر هو الأزهر. ليه؟ بيتعلم. مش ده كبر يا مولانا؟ لا، والنبي ما هو كبر، مش كبر، لا ده واقع وحقيقة.
طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه اذا كنت انت جاهل البعيد؟ ما مش هنعرف نعمل حاجه. الامر لله. مين اللي حرك لسانه؟ الله. مين اللي خلى الاوباش تصدقوا؟ الله. مين اللي ضلهم؟ الله. طب ومين اللي هدى؟ الله. وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما تشوفش الناس، خلي مقصدك هو الله. قول يا مولان. نعم. مش هترد عليه؟ ارد على مين؟ وانا شايفه؟ مش شايفه. وايه سبب عدم رؤيته؟ كبر يعني؟ والله ما انا متكبر، انا بص كده عشان ربنا هنا كده في الاتجاه ده، هو كده زي القبلة كده، وهو فين؟ وراي. هو اصلا ما دخلش الدايرة، ما شفتوش. والله كبر ده؟ لا والله ما هو كبر، ده بيان واقع. فالراجل بيقول ايه؟ فاصل. الله، هو كله دي فاصل.